هذا أيضا يقول إن هناك من لما صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم المظاهرات لمفاسدها، وجد من يقول إن المظاهرات قسمين، إذا كانت سلمية لا تخريب فيها ولا سلب ولا نهب ولا اختلاط وإنما مطالبة بحقوق الناس فهي جائزة، وإذا كان فيها تخريب وإفساد ولا سلب فإن ذلك حرام، فما ردكم عليهم؟ أسأله هل المظاهرات لها أصل، هل لها أصل في عند المسلمين قديما أو حديثا؟ ما عرفت المحاضرات إلا من عند الغرب، من عند الغرب، ما هي في الإسلام أبدا. الإسلام يحث على الانضباط، يحث على السكينة، يحث على عدم الفوضى، والحقوق ما تنال بالفوضى والشوشرات، إنما تنال بالحقوق بطرق مشروعة وبطلب غير طريق المظاهرة. ما أحد منع أن لا يرفع شكاية، ما أحد منع أن يطلب حقا له، ما أحد منع من ذلك. أما المظاهرات فليست من دين الإسلام، وأنا أقولها وأكررها، ليست من دين الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، إنما جاءتنا من المجتمعات الغربية لأجل تشتت الجماعة وتفرق الناس وتحدث العداوات. نعم.